هالأسبوع من ليش لا ضيفتنا الإعلامية غادة سابا بوظيفة مرتبة وبدها تركيز. هاي فادي. هاي يوسف. هاي فرح. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. غادة سابا اهلا وسهلا فيكي. احنا كثير مبسوطين انت اليوم معنا بليش لا اللي انت بتحبيه كثير. اكشلي كثير بحبه ليلى. يعني خليني احكي لك شغله. اولا ليش لا يعطيك الف عافيه عليه، لانه مش بس برنامج الناس بتحب تشوفه وبتحب تشاهد كمان كل الناس وضيوفك اللي بتجيبيهم، هو ايضا برنامج عم بيوفر عم بفرجي بدايه عم بفرجي طبيعه اعمال يمكن بعيد شوي عن شبابنا او احيانا ما بقربوا بحاولوا انهم يشتغلوها، ومش بس عم بتفرجيهم كيف هذه الوظائف عم تشتغل، انت عم بتقدمي صح؟ مش مزبوط. ليش لا بقدم بالاخر وظائف وفرص عمل لهدول الشباب مزبوط. فهذه مبادره بتعقد عن جد. غير ان انا اليوم كثير مبسوطه، انا كثير يعني انا معتبره نفسي طالعه مع اصدقائي لانكم انتم كلكم اصدقاء. انت عارفه انا بحبك فروحه بعتو بعتو. فالمهم اللي بدي اقول لك اياه انه انا اليوم كثير مبسوطه. احنا مبسوطين فيك لانه احنا محتاجين هذه البرامج اللي بيكون من وراها في إشي بفيد المجتمع طبعا. وبالمقابل هو ترفيهي، وبالمقابل انت عملتيه بطريقه كتير حلوه بطريقه كتير ترفيهيه، وكمان الناس عم تتعرف على هالاشخاص اللي خلينا نقول بتحبهم او بتحب تسمع اخبارهم طبعا. او قريبه على قلبهم. يعني احنا مبسوطين انه انت هيك رايك بالبرنامج. غادة الناس هلا اكيد شافتك بكتير شغلات، بس هلأ الناس عم بتشوفك على قناة رؤيا بحلوة يا دنيا بتقارير المحافظات، وكتير عم بتحبها وكتير عم بتكوني قريبة من الناس. يمكن جعبالهم هلأ يعرفوا أشياء أكتر عن غادة سابا. في عن أكتر من شغلة، نبلش بطبيبي. احكي لنا ايش هو طبيبي، شو هذا المشروع؟ هو هذا يعني حاليا اكيد المحافظات قريبه علي. برجع بقول دائما لما انسال على المحافظات قريبه علي، لانه انا بالاصل وما زلت دوكيومنتري فيلم ميكر، يعني بعمل افلام وثائقيه، فعشان هيك بتلاقيني بتحدث مع الناس قريبه عليهم، لانه هيك انا بعمل قصتي كباحثه وثائقيه كفيلم ميكر. فعشان هيك المحافظات قريبه علي كثير وبحبها كثير. فانا ما بعتبر حالي برضه طالعه اوردر، بعتبر حالي طالعه ابحث وانا اتغذى على كل هالتراث اللي عم بيجيلي. طبيبي الأقرب إلى قلبي حالياً لكتير أشياء. طبيبي هو عبارة عن أونلاين كونتنت، فيديوهات مصورة من قبل أطباء مختصين، وإحنا زي ما بنعرف إنه إحنا عنا السياحة العلاجية عالية جداً بالأردن صح. والحمد لله إنه إحنا عنا أطباء أكفاء وعنا كل المستشفيات المجهزة بأهم التجهيزات. فعملياً طبيبي يوفر للمشاهد أونلاين وين ما كان بالعالم مكتبة بأسئلة الكومن أو الأسئلة اللي أكثر على البال مطروحة لطبيب على سبيل الباطنية، لطبيب القلب، لطبيب الجهاز التنفسي، بحيث أنها تكون بمتناول كل المشاهدين أو كل متابعين طبيبي. فطبيبي هو مشروع أونلاين، لأنه هلأ طبعاً تعرفي قد ايه مهم الأونلاين، يعني طبعاً. إحنا بتحمس على الأونلاين أكثر ما بتحمس مرات، يعني أنا بستنى ردود فعل الناس المباشرة على تقارير لما تنزل أونلاين، لأنه التلفزيون قاعدين ببيوتهم ما بعرف شو بدأت فعلهم. فهلأ البيبي تبعي الجديد هو طبيبي. ليه طبيبي؟ لأنه للأسف الشديد إحنا المحتوى اللي على الإنترنت العربي الصحي يعني الصادق واللي له مصداقية قليل جدا. وهلأ أي ناس بيقدروا يدخل على طبيبي ويسألوا السؤال بدهم إياه، يعني مش أي حدا، أي فئة، ست كبيرة، الكل، أطفال، شباب، وعندنا تواصل مع الأطباء كلهم، والأطباء عم بيكونوا كمان متعاونين جدا معنا. هلا السؤال هذا بنسأله لكل ضيوفنا، إذا أنت ما كنتي لا مخرجة ولا معدة ولا بتعمل فيلم ميكر، وشو ممكن كانت تشتغلي؟ طباخة. أكلك زاكي طيب؟ كثير زاكي. طيب يلا أنت بدك تحسبي. اسمعي تطبخي كل شيء؟ اذا على تويتر ولا على الهاد بتلاقيني دائما منزله صور طبيخ. طب حلو. طباخ. وبعدين اسال الشباب، يعني كلهم لما نطلع اي محل بصير اقول لهم كيف بنعمل رشوف، كيف بنعمل كذا، وبرجع على البيت مثلا بس بتحكي لهم انه لا يعني ما بتعملي لهم شيء. طب لا بدنا ناكل يا جماعه. لا لا وقت ما بدكم انا جاهزه، بس انا طيب كثير بحب الاكل. حلو. وكثير بحب اروح على يعني انه بحب اجرب اشياء جديده. يعني خلص بعدين خلص. اهلا وسهلا فيكي. وهلا احنا رح نروح على مصنع بدنا نشتغل هناك بتخيط الخياطه.
بنشوف التفاصيل اكيد مع بعض. تمام؟ متحمسه؟ يس. يلا اوكي. بعد البريك بلش التدريب والتعليم والماكينات الصعبه. خليكي مرتاح، حط رجلك الثاني على الدعسه. اوكي. وحط ايدي الثنتين هون. اوكي، بمشي للدعسه شوي شوي، كاني ماشي على الاول. ايوه ايوه، بسيطر شوي شوي، بخلي دغري. بمشي شوي شوي بدون شد. بمشي مع الماده، انا بعطيها اللي بدها اياها. بظن لازم تحط ايدها فوق. لا. هلا هون أكثر. وقفنا. والله شاطره يا ليلى. بس وقفي. اوكي. اوكي، بحط ايدي هون. بلم القطعة. أوكي. عشان يكون مسيطر عليها. بحط هاي ايدي هون. هاي ايدي هون وبمشي بالضبط. تمام، كويس، ممتاز. اوكي، هلا بخلي احاول دغري بعرض الرجل امشي. بعرض الرجل عشان يكون الغرز مستقيم 100%. أوكي. تمام، ممتاز. والله انك فظيعة. أيوة. يا ليلى، انتوا ركزوا. أيوة. انه الخط ظابط. احاول اني امشي. كويس، خلصت. طب يلا انت ما بدك عملتي انت؟ تمام. طب بدك تركب الجيبه؟ يلا. ايش رح تعملي؟ اركب الجيبه. كيف بدك تركب الجيبه؟ طب كيف هذا الخيط رح يقطع؟ هذا بنعمل هيك. فادي هذا بنعمل. هلا بس برجع الدعسه لورا. رجع الدعسه لورا، برفع الرجل، اضغط عليها هيك. هاي لهيك اجريك. ايوه. ايوه، لا تدعس هيك، طلعت. تمام، هسه برجع الدعسه لورا. ايش هادي؟ الدعسه لورا، ترفع الرجل مباشره اوتوماتيك. الدعسه لورا، ترفع الرجل مباشره. يا عيني وبرسم. يعني برجع بحط هادي، برجع بحط الابره من الشمال. لا يا حرام. انا بخاف اصلا من ماكينه الخياطه، لانه دائما بحس انه ممكن اصبعي يتخيط بالنص. بس لما الواحد يعرف التقنية تبعت وين يحط إيده وكيف يشتغل مع الماكينة، إمتى يحط رجله على اللي بدعس عليها عشان تشتغل الماكينة، صراحة صار أسهل. يعني هلأ أظن في مراحل صعبة، بس بالبداية حسيت إن يمكن ما يزبط معي. كتير كان صعب يعني أول ما بلشنا شغل، إنك تشوفي الماكينات وكيف عم بتطلع هيك البنطلين وقديش هم شاطرين اللي عم بيشتغلوا. بس بعدين في طرق، في طريقة معينة لازم إذا اتبعنا هاي الطرق بنمشي صح وبنمشي بلاين كامل. يعني كل قطعه بالبنطلون بتنعمل بطريقه وعلى ماكينه معينه. اذا الواحد بتعلم بده يركز، طبعا لازم يركز بالتعليم، بتعلمها صح وبيمشي صح. يلا كيف تمسك الجنبين اللي كنا نحضر فيهم؟ بتطبقهم مع بعض. هي حلوه حبيبي. هاي سكيل، هاي ماكينه. برافو برافو برافو، فيري كويكلي. هذيك الماكينة اشتري لي كمان واحدة تشوفيها. اوكي، هون بطبقها مع بعض، بضل اسحبيكم. هسه هي من الممارسة صارت اشي منها وفيها يعني. مع الهاي الابيض. يلا هون بتقطع بالنهاية، ديري بالك. انا ما علمتني القطعة على فكرة. كيف البنت كانت تشتغل لازم تتعلمي. اوكي، هلا هذول بحط اول قطعه، بدايه القطعه هيني انا هون بحطهم، بمسكهم، برفع الرجل، رافعتها. برجع الرجل زي ما كانت. اوكي، وبدعس شوي شوي. ليش شوي شوي؟ بدي فيها سريع. هلا على الاول، بعدين على الثاني، بعدين اسرع. هلا يلا يلا ماشي. لا وقف، لا هيك ضرب. ايوه هيك، ممتاز. انا خفت بس ممتازه. لا ممتاز كثير يعني الحركه. هلا امشي كمان شوي، اضغطي هون. وين هون؟ قطعت المكنه هيك. تمام. هيها بس الأفضل طلعت. طيب عملت لكم موديل جديد. هلا احلى شيء ما كنت السرعه اللي هي كانت الحبكه، بتحطي القطعتين على بعض عشان تعمل البنطلون، بس بتثبت اولها وبعدين بتضلك ماشي وبتخلص، بتخلصها كثير بسرعه. هاي كانت كثير حلوه. رشيده، اهلا وسهلا رشيده. لها 10 سنين بالبلد، كل يوم تعمل 100 قطعه. يلا تفضلي. ايش بدك يعني هلا بنسوي الجنب كمان مره؟ بس بدنا نقصه. بدنا نقصه
يكون ربع انش نقصه وراها. انت بدك تتعامل معي دائما بالانشاط، حاسه حالي مهندسه. ماشي، طب ايش اعمل هلا على السيفتي؟ للسيفتي انا مش حاطه شيء لهلا. لحد هلا لا. تمام، برفع بحط اجري على الداسه. على الداسه هذه، هذه وظيفتها ترفع الرجل. يا ويلي. تمام، اوكي، جربي. جرب هيك، رفعت الرجل. ادعسي ادعسي هيك، بحط القطعه هيك هون بالضبط من البدايه، من الجهه الثانيه. من الجهه الثانيه. تمام، اوكي، بحط القطعه بالضبط. هسه برخي اجري عن الماكينه. برخي اجري على الماكينه. هلا بقدم الكرسي عشان ظهري يكون محمي شوي، بحط اجري الثاني للماتور اللي هي دعسه الماتور اللي تنفلت الماكينه منها. بقدم الكرسي. يلا غاده. ايوه، وهي هذه وايدي ورجلي الثانيه على دعسه الماتور اللي بتحرك الماتور. حلو، ايش اعمل؟ هلا بحضر القطعه. بحضر القطعه وبمشي. وبمشي على الماتور. على الماتور. كيوت. تمام، 100%. Very cute. Made in التلفزيون. Made in Jordan. سريعة والله. Made in Jordan. عادي. أخذتوها فخر الصناعة الوطنية. هلا أنت بتعملي أربع مرات. أربع مرات. هون جيبة هون جيبة صح؟ أوكي ترفعي. فأنا بمسك. ما في أنت عندك ترفعي أوريدي مرفوعة صح؟ بتعملي هون كم مرة؟ وري مرة. نزليها أول شيء. أيوه عشان بتحس يعني. نزليها شوي. بس خايفة تضرب الخطة. ادعسي مرة واحدة، دعسي قوية. هي بتروح بترجع؟ لحالها. لحالها. سهلة. ودي بالك هيك. هيك المسافة؟ سهلة كثير. ممتازة. أوتوماتيكي. أوتوماتيك. ممتازة. طيب هلا بحط رجلي. بعدين بحط هذه وبتنزلها بتثبتها وبنزلها. ايوه برضه طلع غلط. الموضوع مخلص هيك. شفتوا يا جماعه الموضوع مش عندي. مفكوك فاضي. الموضوع مش عندي. على فكره حكت جمله كثير مهمه. مها ايش حكت؟ خربنا الماكينه. خربنا الماكينه. اوكي. اسمع بس لازم اقول شغله. هلا غاده عملت حالها انها ما سمعت اول مره. اظن انه الماكينه خربت. الموقف فانا رحت قلت لها غاده سمعت شو بتحكي معها انه الماكينه خربت؟ لا مش معقول، معقول خربت. الموقف كان كثير سيء لما مها قالت انه احنا خربنا الماكينه، خاصه انه انا فتيتها لليلى وقلت لها انت ما كنتي موجوده لما شمندر قالنا كيف نحط هذا، بس ما خربت الماكينه. مش الحال. مش الحال. لا مش الحال. تمام، جاهزه للماكينه. سوري حبيبتي. يلا قلت لكم مش ضابطه على هذا الماكينه. انا الاشياء السهله ما بتستهلنيش. يلا ليتو فرح نزل. لا مش نزل، اخذ الطوقي بدل ما تحطه بالشنطة حطته هيك وتأثرت بالأجواء بعدين. أنا سؤالي وسؤال الحلقة ليش تو اكسر هون عند فرح؟ جد شكلها تأثرت بالأجواء، ما أنا هيك حاسة ما بعرف يعني، بس إنه واضح فرح. ما بعرف شو صار لها بس تأثرت بالأجواء بطريقة ثانية. حطت الطوق هيك ما بعرف ليش. بعد البريك تغليف ونقل بضاعة كان أحلى إشي بالشغل. نجمع بنطلون هسه. نجمع بنطلون كامل. ناخده معنا. أنس شمندر متحمس. شمندر 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 يعطينا. هلا بدك تشرح عن البطلون ولا بدون شرح؟ تيبيكال هاف الجود ديسوبريشن يعني المرحلة الثانية الأساسية هي سوت لك إياها. أوكي بس أنت غرزة الأولى هي اللي سوت لك إياها صارت ثابتة هي. بس أنت بس عرضت عرض الجيبي بس عرض الجيبي اللي كنت أحكي لك عنه الربع إنش. هلا المقاس لازم يكون ولا اشي، اشياء بسيطة. دو ون جام اللغز.
دامج نوبل. انت لعبتك الكيرفز والزوايا والانش والانش الانش دائما فادي بيحكي معي بالانش بالانش لانه الامريكان بيستعملوا انش واحنا بنشتغل معهم نمشي على طريقتهم. تمام. بما انه الموضوع انش بلشي انت يلا انا بتعلم منك فادي على اساس انه انا ايش اللي راح اتعلم الانشات. يلا بس اي ونت تشامندر اي ونت تو نو ذس از برودكت يو ونت تو سيل. No. Because يعني I might ruin it. This is the trial. بكل صراحة بكل عقلك يعني نفسه يقول لك. No, I know exactly what. هلا أنا بدي أخليك تسويها 100%. عارفة كيف؟ I want. برفع الرجلة. الرجل. بحط الكفاف. لا الكفاف. أزل الرجل. هذا بخليه يمشي معي. يا ويلي. هذا إحنا مطورينه. احنا مطورينه بس اساس بس هو بيمشي بكيرف ما راح يمشي لا لا هلا هون على الكورنر بسوي زاويه برد بسوي زاويه فولو يو دو فولو ذا لاين انت عليك اوكي يلا بسم الله بس رجع ايديك لورا بسم الله يلا بسم الله شوي شوي هاي مش زب لا تلعب طب طبعا خربته لا ما لا 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 هيك خربته برفع الرجل من الرفاص هيها يا الله ما تضايقت تصدقوا الإبرة لسه مش منشتيها هاي مرة لا برفع رجلي عن الرفاص بمشي على الموتور ما حبيت إنه أنا بلشت غلط هلا عصبت فرح أكمل غلط بعرف إني كملت غلط كملت غلط أوكي كله غلط لحظة شوي هلا أوكي هاي عملت هيك أوكي هلا بدي أرجع أعمل الجيب الثانية ما حدا يتحدث معي رح أتصرف. طب غادة عندي سؤال قبل ما تبدي تفضلي قد إيه ربع إنش يعني بنظرك؟ لا ما هو هيو قال لي أوقف الجيج هون هي بدأت من الشمال لليمين ركز معي فادي لأنه إن شاء الله رح أقدر إني أعمل هذه الحركة تمام 100% تمام 100% مين بس هون من هون لهون 100% بس من هون طلعت لازم هون وقفتي كان وقفت لازم وقفتي بس انت شايف هذا الدرس خلص خلص وبقول لك من هون بس مش مشكلة أنا مش فالفة هون أبدا وين الجيبة؟ هسا عليها نفسها give me buckets برجع داس لورا انا زعلت هاي هلا بقول لك ايش هاي برد وين الشيبه وين الشيبه يلا يلا وانا اعطينا جيبه هاي جيبه تفضل طيب بسم الله بسم الله هلا كيف بدي اعمل جد ارفع ايش برفع الرجل بهداوي كيف ارفعها ها بجري هيك كيف ها ايوه هيك ترفع ايوه بدنا نلبس البنطلونات اللي بنعملها طبعا زي الفل رح تكون هلا هيك بدي هي مفترة ان احنا عم نعمل بنطلونات بس طلعتي برا الجيب عادي مش مشكله تمام بس لولو والله انك انت مسيطره على الموقف وايت الانش انا الانش هي دربريتر وينك انه كانه حدا شايف يا عين عليك شو صار معنا؟ أوكي. ولا شيء هي طلع ممتاز هي ربع انش هلا هيك برضه هاي نفس السلع تمام هيك كثير منيح تمام ممتازة يا ليلى برافو حبيبتي قطع الرجل وين الخيط طيب مش خيط اصلا هذه الماكينة لازم تعملوا لها مينتننس هسا بنسويها لكم بدها صيانة بدها صيانة والخيط غيروه ونخيط اوكي اوكي حبيبي يلا كم باك يور ورك ممتاز الوضع يلا اوكي وقت عملنا الجيب احلى شيء غاده اظن كان واضح انه انا عم بشتغل غلط لانه الجيبه كانت مرعبه يعني ما اظن انه في جيبه هيك بالحياه يعني دخل معي التخيط من اول الزنار اذا بدكم من الحلق نزل للركبه هلا فادي اللي عم بيعلمنا مصر انه غاده انش فبضل يقولها إيه هنا بنبلش بالنص انش بنمشي لنوصل لربع انش فبتطلع فيه اوكي زي ما بدك بس يعني حسب ما حكى فادي انه انا موضوع الانش عندي ممتاز وضعه يعني لو 2 انش كان فيها مشكله تفضلي ستي يعني وبلشت تتعير هي نص انش ربع انش ومن هالحكي فانا تعلمت من غاده يعني هذا الموضوع علمتني ايش الانش اصلا كانت حلوه وبعدين لازم نعمل على الكيرف ولازم نعمل على طريقه الجيبه فواضح انه شوي موضوع الجيبه غلط هيك هذا الكيرف مش ظابط معي كثير غدا زبطت بالجيبه اكثر مني اظن والله بدك تعيد بدك تجربوا يا جماعه بصيرش ملك هذه بدها تعيد احكي شيء مزبوط بس المنطقه دي على فكره انا قربت كمان انا يرموك يرموك وينسوك فيعني يرموك وينسوك يعني من وين حضرتك من قربت تفضل من جنب اليرموك انا من دوقره يعني وبدوقر على كل شيء
رايحين على تركيا. والله رايحين ايش؟ رايحين برضه نصور لحلوة يا دنيا. سوري احنا مش حلوة يا دنيا، نحن بليش لك. نكمل هون، نبدأ من هون ولا من البداية؟ نبدأ من هون. يلا تمام، حطي هاي الميدالية هيك تمام، وبطلعها من هون. حلو هيك جاهزة. يلا اعطيني كمية وانا وغادة نتسابق. يلا 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 بش حد تاني شوي هات تعطيني اياها عشان هذا الطخ. يلا الطخ بدك تطخي؟ لا على الميدالية اريح لها. على الميدالية اريح لي. يلا هون يلا زي ما اوكي. أنا عرفت كيف حبيبتي، قولي لي بس إذا بعمل أول وحدة صح. هاي تنين. أنا خلصت اثنين. سمينا أسرع صار. هيك. تمام، على جنبك بالزبط. ثلاثة. ثلاثة. هون كم واحد صارت مسوية؟ واحدة. واحدة بمساعدتها. هاي الستة، مش عارفة اللي دخلتوني مسابقة. تسعة. لا. قد إيه صرنا؟ سبعة سبعة سبعة. عشرة. توتر انا لا ما اعرفش اشتغل تحت الضغط. وهي 14. انت ام صدام اسمك حبيبتي الله يخليهم ستي. يلا قد ايه صرتي؟ احنا من على البركه. على البركه اوكي. 15 11 12 13 13 13 يلا كمان اثنين هذول اللي يلا. بيغش بتغشوا؟ إذا لقيتي سايزك خدي. وهي 20. خلص خلصنا. ليلى فازت. ليلى فازت عن جد بعنف فازت. ليلى برافو ليلى حبيبتي. برافو فازت. برافو فازت. اسمع اتفقنا. اسمع حاضر حاضر. نعم. انا بدي اشوف اذا عندي نظر. سباك ستوب ذس بعدين بس اوكي. لا عندي نظر كثر راسك مامتك ابوك ما عندها اصل المروحه. امرك اوكي 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 استاذ. هلا يعني في اشياء ليلى سهله اوكي اول يعني اخذنا كلام كله. وفي اشياء بدها دقه صح؟ هلا مع الممارسه مع التعليم كل الشغل بده دقة، بده انك تشتغلي صح، بس الشغل هون يعتبر سهل، اللاين جاهزة. الطريقة جاهزة، في عندك سوبرفايزر فوقك بيعلموكي. صح وبيشرفوا عليكي ما بدها شيء. اهلا وسهلا. شكرا يا فادي. هاي هدية منا لكم. شكرا شكرا شكرا. سيزات صح؟ سيزات صح. اوكي اكويت. شكرا شكرا لك. شكرا وانت يعطيك العافية. يعطيك الف عافية. شكرا لك. اهلا. هلا مش كل المراحل كانت صعبة، في مراحل كانت سهلة، واحنا بالنهاية عم نصور يوم واحد وقدرنا انه نعمل مراحل معينة. فالتغليف مثلا مرحلة كتير سهلة والواحد ممكن يبلش من هناك، وبعدين اكيد سيد احمد انصرات والشباب كلهم، السيد فادي كلهم، حتى السيد شمندر الرهيب ممكن انه يساعدوه لحتى يقدر انه ينمي قدراته. عم بحكي يساعدوها او يساعدوه، بس التغليف كانت لطيفة. يعني لو انا بشتغل بمصنع كان اكيد وانا مروحة باخذ لي كل يوم 3-4 جنزات. واحد بيعمل شغل على جنب، يعني خلوني اقول لكم برا الموضوع، تصيروا خذوا 3-4 واعملوا شغل على جنب، شو رايكم؟ على النص. شفنا ستات كثير من الاردن، يعني انبسطنا لما شفناهم. مرحلة التغليف هي بصراحة اسهل شوي من مرحلة الخياطة. في اكثر من شغلة ممكن نشتغلها هناك، حطينا نحن ليبلز على البنطلين ورتبناهم وحطيناهم بكراتين، وكمان حملنا الكراتين بالعرباي وديناهم على المستودع جوا. فهي كانت استمتعت انا فيها اكثر. هاي المرحله اللي حب وظيفه اليوم بيقدر يقدم على ايميل البرنامج والرقم الخاص بليش لا اللي ظاهرين قدامكم هلا على الشاشه.